سلام عليكم متابعيني الكرام، يا رب تكونوا بخير وسلام. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم موديل فستان شايفينه قدامكم ده، وده هياخد في حدود من 2.5 مترين لزياده، يعني يبدا من 2.5 مترين. العرض عرضين طبعا، هنشتغل فستان على القماش مباشره. القماش اللي هيكون عندي هيكون عرض عرضين بالشكل ده. هقسمه ازاي؟ ادي المترين ونص قدامي، هاخد منهم طول الوسط. الفستان عندي ينفع يتعمل بطريقتين، يعني انا عندي طول الوسط من بداية الكتف لحد نص الربع ممكن يتعمل كله حتة واحدة، وبعدين تيجي في الوسط تركبي قسط، وممكن تعمليه تفصلي الوسط عن الجيبة اللي فيه من بداية الوسط لحد نص الربع. انا هعمله كله حتة واحدة من بداية الكتف لحد نص الربع، وبعدين اركب له أستك لانه هيديني نفس النتيجة. فهشوف لو المقاس عندي مثلا كل المقاسات اللي انا بقولها دي مثال، لو عندي من بداية الكتف لحد نص الربع طولها 75 سنتي، ادي 75 سنتي. بعدين هاخد 25 سنتي للكم بالشكل ده. كده انا استغلت من القماش متر، ادي 75 وادي 25، يعني متر 100 سنتي. الباقي هيكون 1.5 متر، هاخد 1.5 متر. ده الامام والخلف، وده الكمين بالشكل ده، وده اللي فاض معايا اللي هو مفروض انه 1.5 متر، هطبقه بالشكل ده. وهعمله باقي الفستان الكشكشة بالشكل ده، هيبقى ده القماش اللي موجود عندي. هنشوف هنقصه ازاي على القماش. هجيب مقدار الخلف والامام بالطريقة دي واحطهم على بعض بالشكل ده واطبق. في حاجة عايزة اقول لكم عليها، مفروض احنا كل الدورانات او المحيط، محيط الصدر، محيط الوسط، محيط اكبر حجم، بنضيف له 4 سنتي مقدار للراحة. الموديل ده انا مش هضيف له، علشان يعني هضيف زيادة الكشكشة بالمرة، فانا مش هضيف اي زيادة تاني، يعني هاخد المحيط الصدر صافي من غير اي زيادة، والمحيط اكبر حجم برضو من غير اي زيادة. طبعا لسه هسيبه واسع بنفس مقاس الصدر علشان اعمله اركب فيه الاستك يديني الكشكشة مطلوبة. هجيب دوران اكبر حجم، لو مثلا عندي 25 سنتي او 27 سنتي، طبعا احنا هناخد الباترون على اكبر حجم اذا كان الصدر او الهنش. فلو كان 25 هضيف له 10 سنتي للكشكشة. انا ليه ما ضفتش 4 سنتي للراحة؟ لان انا لو ضفت 4 سنتي راحة بعدين رجعت ضفت تاني مقدار للكشكشة هيطلع لي واسع خالص، فانا هضيف 10 سنتي كلها مرة واحدة للكشكشة. الكم هضيف له 5 سنتي، وهجيب الكم واحطه بالطريقة دي. واثبته بالشكل ده. هاخد مقدار الكشكشة او الاستك اللي هيتركب بالطريقة دي. طبعا الاستك هيتركب على بعد 3 سنتي بالشكل ده. بعدين علشان اعمل دوران الابط، انا عندي طول حردة الابط لو هتطلع لي 23 سنتي، هشيل منها ميل الكتف هيبقى 4 سنتي، ميل الكتف هيبقى 19 سنتي.
19 سم دي انا لو عملت القب مقداره 12 سم هشيل يعني ال 12 سم دي من 9 سم، يعني هيتفضل لي 7 سم بالشكل ده او 8 سم، هاخدها بالطريقة دي طول وعرض بالشكل ده وهعمل الدوران بالطريقة دي. طبعا هضيف مقدار الخياطة لان انا بقص على القماش على طول، فلازم منساش الخياطة. ادي العلامة انا قصيت بعدها. طبعا انا مش هعمل للوسط اي تقسيم علشان انا هركب استك وحزام، فانا عايزاه زي ما هو. طبعا الدوران اكبر حجم هطلع بالشكل ده بالزيادة بتاعته. وهخيطهم طبعا في بعض ونشوف هنركب الاستك ازاي. كمان ده المقدار الكشكشة، مفهوش اي شغل للكشكشة، يعني هو انا هجيب زي ما قلت ما شفته القماش بالطريقة دي، هيبقى عرض القماش كله مش هيبقى عريض ولا حاجة، لان انا محتاجة كشكشة كتير بالطريقة دي. فهركب الجنب وهعمل له الكشكشة. دلوقتي خيطت الجنب بتاع الفستان والكشكشة برضو والكم، وهركب الأكمام دلوقتي. الجنب على الجنب بالطريقة دي. بعد ما ركبت الأكمام هركب الأستك في الصدر. هجيب الأستك بالشكل ده. طبعا الزيادة بتاعت الكشكشة دي أنا هكون ضيفاها على مقدار الدوران بتاع الإبط، يعني دوران الإبط لو 7 أو 9، أنا بدي مثال يعني الرقم ده، لو 7 أو 9 أو 10 هضيف له 3 سم تاني علشان الكشكشة بتاعت الأستك. هخيط الأستك من ناحية بالشكل ده على الطرف. وهعمل أسفل بالشكل ده وهعمل خياطة تانية من الطرف التاني. وطبعا هشد الأسفل زي ما كنت شده في الأول. Thank you.
هيكون بالشكل ده. طبعا هقيس طول الوسط، ومنساش ان انا منقصة طول القبب بتاع الفستان. فانا هشوف نقصت كام سنتي، يعني مثلا لو نقصت 12 سنتي، ال12 سنتي دول لو عندي طول الوسط 42 سنتي هيكون 30 سنتي. فانا هقيس ال30 سنتي علشان اركب الاسلك، وهركبه بنفس الطريقة. ده الوسط بعد ما ركبت الاسلك بنفس الطريقة اللي انا ركبت فيها في الصدر. اخر حاجة هركبها الكشكشة. انا طبعا عاملاها بالشكل ده، قفلت الجنب وعملت الكشكشة، وهدخل الوسط بتاع الفستان بالطريقة دي، الوش على الوش. دي عدلة القماش ودي عدلة الفستان. ده شكل الفستان بعد ما تشطب. طبعا لما هيتلبس هيبقى بالطريقة دي. وده الوسط زي ما قلنا، انا عملته حتة واحدة لحد الربة. لو حابين تفصلوا من عند الوسط، يعني تبقى دي لوحدها ودي لوحدها، وبعدين تركبوهم في بعض وتركبوا الاسلك، مفيش مشكلة، الاتنين هيدوكي نفس الشكل. بس انا من وجهة نظري دي اسهل. الحزام طبعا هيكون شريط عادي زي ما شايفينه، وهيتربط بالشكل ده، يعني عادي خالص مفهوش اي فن. انا مركبتش اسك في الكم لانه حجمه صغير، فمش عارفة بصراحة. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى ان يكون سهل، واتمنى اني اكون قدرت اوصل لكم المعلومة بسهولة.